بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت فرميت ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر. 16/11/2013 درعا بلدة نعيمة، كتيبة الشيخ الإسلام ابن تيمية للمهام الخاصة لواء في وشت حوران. قصف الحاجز الزراعي المتواجد جنوب البلدة بمدفع الهاون عيار 82، كتير الشيخ الإسلام ابن تيمية للمهام الخاصة في وفد وشت حوران. اللهم انصرنا وصل الكريم. Thank you.